بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. سوف نرى اليوم درس مهم جدا وشيء خطير للغاية، قد يأتي دائما مع الأجهزة الإلكترونية الجديدة أو حتى مع الأحذية أو أي شيء جديد تقوم بشرائه. دائما ستجد فيه هذا الكيس الصغير اللي هو عبارة عن سلك جل. قد يجهل الكثير من الناس وظيفة هذا يعني الكيس، ويقوم برميه ويستعمل أي شيء يعني ويرميه في الزبالة وهكذا. لا، هذا الكيس مهم للغاية، وهو لحماية أي جهاز لديك أو أي شيء من الرطوبة، خصوصا للناس اللي ساكنة في المدن الساحلية أو يوجد لديها يعني رطوبة، لأنك في بعض الأحيان تأتي بدون أي سبب. مثلا كنت تلفزيون شغال، تقفل التلفزيون، تأتي ثاني يوم تفتح التلفزيون تجده بدون أي سابق إنذار، يعني لا يشتغل. تأتي إلى الهاتف كذلك أو إلى مثلا الكمبيوتر أو أي جهاز ثاني، خصوصا يعني هذه الأجهزة اللي يكون ثمنها غالي، اللي هي تستخدم في المصانع أو في العيادات أو في المستشفيات الكبيرة، تأتي يعني اللي يكون ثمنها باهظ وتكون صيانتها باهظة. المشكلة هي أن تلك الأجهزة تصاب بالرطوبة، الرطوبة تضرب في شيء اسمه اللاين. الناس اللي شغالة في صيانة الإلكترونات تعرف اللاين، إن دائما والمقاومات ويعني الأجهزة الإلكترونية بصفة عامة دائما تسبب انهيار فيها الرطوبة، وتسبب في عطب كامل وشامل بدون أي سابق إنذار، يعني فجأة تأتي للجهاز تجد لا يشتغل. المشكلة هي في الرطوبة. هذا الكيس مجرد أنك أنت تفتح أي جهاز إلكتروني، التلفاز أو أي شيء، فقط تأتي تنزع الغطاء الكوفر، تقوم بإلصاق هذا الكيس أو ترميه يعني داخل التلفاز. المهم لا تضعه بقرب من المحولات اللي تصدر حرارة يعني عالية، ممكن أنك أنت تستخدم له اللاصق اللي يستخدم في السيارات، اللاصق يعني اللي يأتي على شكل مرهم أو يسمى باللحام البارد الخاص بالبلاستيك. مجرد أنك أنت تلصق هكذا يعني في أي جهاز من الداخل وخلاص، بحيث أنه هو دائما يمتص الرطوبة بالكامل ويحافظ ليك على جودة وبقاء ونقاء الجهاز الخاص بك. هذا هو الموضوع، أردت فقط تنويه على هذا الكيس المهم للغاية وخلاص. الآن لا تنسى الضغط على زر الاشتراك أسفل هذا الفيديو، فدعمنا بلايك ومشاركة ليصل جديد مواضيعنا. سلام.